أهلا بكم في المقابلة سيدات السادة المشاهدين في حلقة جديدة نستضيف فيها هذا الأسبوع عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى أحمد الجبوري. أهلا وسهلا. مرحبتين سيد أحمد. حياك الله. شلون صحة؟ الله يحفظك سيد حيدر. أنا إذا أسولف عن المشهد السياسي السني بالدرجة الرئيسة يعني بالنهاية هو عن كل المشهد السياسي بس عندي هيجي كم موضوع قبل لا أفوت لهالموضوع حتى لا نعوفه. واحد من الموضوعات مثلا سلطان هاشم أحمد اللي توفي مؤخرا وصارت في حالة يعني في وسطكم. خليني أسألك أخذ كم معلومة قبل لا أناقش الموضوع. مثلا هذا الموكب الكبير لجنازة سلطان هاشم من وين إجا؟ مئات السيارات وسيارات فخمة وسيارات بين موما الجمهور عام وجمهور عادي. يعني قبل ما أقول لك يعني هذا الوضع، سلطان هاشم أحمد هو كان وزير دفاع لنظام، ودائما العسكر هم ينفذون أوامر السلطة، هذا أمر طبيعي. لذلك اللي تعاطفوا مع سلطان هاشم أحمد ينظرون بأنه كان مهني وكان ضابط، وهو طبعا كان محبوب من كل الجيش العراقي على اختلاف انتماءاته. مساء المواضيع الأخرى نخليها على جنب. لا ما نريد نخليها على جنب هسه، أنتم ما تقدروا تخلونها، بس محيطه يعني كإعلام كإعلام أتكلم لك أنا، أنتم ما تخلونها، بس هو بشكل عام سلطان هاشم ابن نينوى ابن الموصل زين. وكان وزير دفاع وانحكم عليه بالإعدام، وبعد 17 سنة توفى بالسجن مالته زين. وهو ينتمي إلى قبيلة طي اللي هي من كبرى قبائل العراق. وعندما الناس الشيوخ العشائر المتعاطفين لما يمشون في جنازته، هذا أمر طبيعي، الطبيعي أن يأتي سلطان هاشم بسيارة واحدة من ذي قار. لكن الذي حصل أن مئات السيارات مشت وراء سلطان هاشم، وهذا أمر يعني هو سلوك الناس تجاه سلطان هاشم. سنة قال لي أدربي أنه لا، هو أكو توجه سياسي، يعني طبعا إحنا شفنا البيانات اللي صدرت من كل الجهات السياسية، كنا عزيناه. لا صدرت يعني رغم عزيناه كسلطان هاشم لما النواب، انا ربما من 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 اوائل الذين عزوا سلطان هاشم، لكن عزيته كفرد وليس كوزير دفاع سابق، وهذا امر طبيعي جدا. يعني لا بس خليني واحده واحده اذا تسمح لي. يعني اللي متاكد من عنده اني انه مسؤولين ونواب كل واحد من عندهم دس سيارات من عنده حتى يكون موكب للجنازه، مو كلهم يعني، قسم من النواب بعثوا سيارات لان أمر طبيعي جدا رادوا يسوون. لا لا هو بالعكس، يعني أنت تعرف إحنا نعيش في وضع غير طبيعي، وأيضا يعني كان هناك يعني لربما تكون هناك عدم اطمئنان لوصول الجنازة إلى مدينة الموصل، تتعرض من أي جهة، لربما من طرف ثالث يريد إثارة فتنة. فيعني كثير من النواب أرسلوا سياراتهم مع الجنازة، هذا أمر طبيعي جدا خاصة من نواب الموصل طبعا. شوف تعزية بوفاة شخصية مثل سلطان هاشم وإنزال بيانات والتعبير عنه بكلمات كبيرة مثل ما حصل في بيانات كثيرة، خليني أقول فتشي. طبعا هو استفزاز لمشاعر كردية باعتبار هذا الرجل كان مسؤول بشكل مباشر وغير مباشر كذلك على إبادة حلبشة وعلى إبادة الأنفال، وكذلك هو مسؤول بشكل مباشر وغير مباشر على إبادات حصلت مثلا في الانتفاضة الشعبانية وحصلت ضد جمهور كبير. بالنهاية هو استفزاز للمشاعر الشيعية والكردية. رغم ذلك أنتوا زعلتوا حلفائكم وأصدقائكم، ويبدو لي انه الجمهور البعثي هو هاي مهم. مو جمهور بعثي، بس خلينا نكملها. لا انت هاي يبدو لي يبدو لي يعني بالنهايه هاي مناغات لجمهور انتم تحتاجوه. لا أطلاقاً على حساب حتى حلفائكم في، وانتم شفتوا يعني مواقف الكرديه والشيعيه كانت هواي مزعجه. ما عنده تاريخ ما عنده حاضر،
تاريخ هذا سلطان هاشم كان وزير سلطان دفاع. سلطان هاشم الرجال توفى يعني احنا تاريخنا سلطان هاشم. تتكلم انت عن احداث وكانما هي يقين 100%. اولا المحاكمه اللي جرت السلطان هاشم كانت محاكمه سياسيه. المساله الثانيه اللي انت تقول يعني قمع الانتفاضه، بالعكس لقي لي هسه اي واحد من الجنوب يتهم سلطان هاشم بهذا الاتهام، ما حد راح يشتكي عليه لا من الضباط ولا من الأخ. الأمر صار وحكم لأنه وزير دفاع فقط. أما تعرف الانتفاضة تم قمعها من قبل الحرس الخاص اللي هو كان وزارة الدفاع لا سلطة عليه، يعني اللي طب النجف سلطان هاشم والحسين كامل في ذلك الوقت، كل الناس تعرف منه اللي طب النجف وكربلاء في ذلك الوقت. ولذلك الأمر لا كان الجيش موجود، كان طيران الجيش موجود، لكن الذي يعني قمع الانتفاضة هي جهات معروفة. بالنهاية هذا الرجل، هذا الرجل ذهب إلى ربه سيحاسب عند ربه، لكن يمثل رمز من رموز نظام مستبد ديكتاتوري، الدستور يحظر كل شيء يتعلق به. رغم ذاك تأتون بكل وضوح تستفزون مشاعر. ما قال لا تعزي واحد تعزيه، هو شو التعزيه؟ على التعزيه انت هو على التعزيه انتم حولتوه الى رمز. لا احنا اولا لا حضرنا، لا حضرنا جنازه ولا حضرنا فاتحه، سويتوا له تشيع. الناس سوت له لا دازين سيارات، كلكم دازين سيارات استاذ احمد. انا مجموعه من نواب الموصل بعثوا سيارات، انا احكي لك اياها، دا اتكلم لك بواقع. ومحافظ الموصل كان وياهم موكب من السيارات. المحافظ ايضا استقبلها. لا اسمح لي، من انعدم صدام حسين مو دزوا على حسين جبار اللي هو كان محافظ صلاح الدين، قال تعال استلموه. اجى نجم الجبور استلم سلطان هاشم والرجال ما عنده سيارات، دزينا سياراتنا وياه. شنو الاشكال؟ شنو اللي صار يعني؟ هذا هو اللي صار. نجم الجبور اجى استلم سلطان هاشم، قال سياراتي قليله، طلعنا له من كل نائب من نواب الموصل يمكن فد 4-5 نواب طلعوا سياراتهم وراحت ويا نجم الجبوري. دخيلك أكثر، هذا اللي صار. أكثر من 200 سيارة. لا هاي بالطريق انضمت، بالطريق يعني مثلا إجا صلاح الدين صاروا وياه ضباط، يعني ضباط كانوا مشتغلين وياه، صعد السيارة وراح بالجنازة. وهي الجنازة هذه شرعا أنه كل واحد هسه بصرف النظر، هم الناس أنا أقول لك مقتنعين بيه بأنه هو كان وزير ومهني ويستحق أن واحد يمشي بجنازته، فمشوا وراه 200 سيارة. بالعكس هاي تحسب له ما تحسب عليه. لا هي صناعة، يبدون صناعة. شو صناعة يعني 200 واحد يتفقون من كل يعني ليش صناعة؟ والناس اللي حضرت ترى مو هواية حتى تكون بالصورة. يعني لو أكو في التوجيه السياسي كان طلعنا 1,000,000 بالجنازة. لو نريد ليش عندكم مليون؟ لا حسنا لو صار توجيه سياسي غير اطلعوا بجنازة سلطان هاشم، بس اللي طلعوا على الجنازة يمكن كلهم ما بيهم 3,000 واحد، يجوز 1,000 واحد. انت شفتها الجنازة؟ اي. فالموضوع مو موضوع أنا يعني أنا اللي خلاني اللي حتى نختم اللي خليني أسأل حتى نختم الموضوع صار موضوع نختم أنا لا حتى نختم بهذا الموضوع حتى ننتقل لمحاور أخرى. هذا الموضوع طبيعي. تقدم الحلقة أستاذ أحمد؟ ها؟ لا ما شلون؟ لا أنت المحور ده يعني لا مو أنا أقول لك شغلة، أنا أقول لك شغلة الجنازة كانت سياسية لا والله مش شعبية. بالعكس شعبية واضحة جدا. لو سياسية كانت جنازة سياسية كان كل واحد طلع جمهوره. لو سياسية كان أنا طلع الجمهوري والآخر، لكن هذا مال الناس مشت بالجنازة. أكو جماعة جو من الناصرية وشيعة وصلوا إلى هناك، يعني حتى تكون بالصورة غير. وبالمناسبة مو بس نواب السنة خلوا سياراتهم، حتى نواب الشيعة حتى أنطيك إياها من الأخير. وبالتالي والله العظيم أنا مستعد أقدم لك أي شيء في أنت تذكر لي اسم نائب شيعي. ما أذكر. شوف أبد ما أذكر ولا أذكر. أعبر على غير موضوع. لا من نريد أعبر عبر. أعبر من نريد أعبر أنا أعبر. يلا هاي هي خلاص. بس يبدو قلت لك الجمهور البحثي مهم عندكم. يعني هذا. فكون نزعلوا. العراقيين هذه هم مشاعرهم وانطباعهم عن كل واحد. خلف الله عليك خلاص. كل واحد انطباعهم. انطيتني الأريدة. انطيتني الأريدة. خلينا ننتقل إلى. أكو حالة من عدم الانسجام بين أغلب القوى السنية نعم وبين الكاظمي، وغريب هالعدم الانسجام. هسا دحش بالعموم راح ندخل بالتفاصيل النوبة. يعني شوف أي رئيس وزراء أستاذ حيدر ما يقدر يرضي جميع الكتل.
يعني رئيس الوزراء قبل أن يأخذ الثقة من الكتل السياسية يوعدهم بأنه راح يطبق مطالبهم، يعني أمور كثيرة. ليش وعدكم كاظمي؟ ليش هو أصلاً كان محتاج وعدكم على مدى يصير رئيس وزراء؟ أنا ما وعدني بشيء الكاظمي. لا دحش عن القوة السنية. القوة السنية. أنت جزء من هالحالة. أوكي ماشي. القوة السنية رادت من الكاظمي لما قعدت معه قبل منح الثقة. طبعاً هي أول قوة دعمت الكاظمي، بل هي التي قضت على أحلام عدنان الزرفي. طبعاً هذا خطأ. يعني القوة السنية لما تخلت عن عدنان الزرفي خطأ كبير وجسيم، لأنه مع احترامنا للسيد الكاظمي لكن عدنان الزرفي كان شخصية مهنية عالية، ولذلك لما رأساً أعلنوا عن دعمهم للسيد الكاظمي في إشارة واضحة إلى تنازلهم عن دعم الزرفي، لأنه شافوا الفاعل السياسي الأهم في العراق، يعني لأنه لأنه لأنهم رضخوا إلى ما أرادوه منهم الفاعل السياسي الشيعي وإجوا عليه بدون نقاش. طبعا فقصدي مهم يعني هم لو قالوا أريد نبني دولة عشان خلوا عدنان الزرفي. عدنان الزرفي يمتلك من القوة ويمتلك من، وهو ابن النجف. ليش الكاظمي ما يملك هاي الأشياء؟ لا يملك، ولكن سياسة الكاظمي تختلف عن سياسة السيد الزرفي. مش كلش ما شفنا من سياسة الزرفي حتى نقول تختلف. طبعا ما جربنا لأن ما شفنا، ما جربنا، ما نقدر نقارن. أنت شايف رئيس وزراء إجمالا شنو هالحالة من الحوالي جفاء مع الكاظمي؟ لا هو مو حوار جفاء، هو الكاظمي لما قعد ضمن اتحاد القوى أبلغهم بأنه سوف يحقق التوازن في مؤسسات الدولة زين بما فيها الأمنية، والذي جرى جرى العكس. الموضوع الآخر إنه إيش صار هو بالقوة الأمنية، يعني غير السيد عبد الغني الأسدي وسيد ماجد سيد قاسم العرجي وبعد منه ما صار شيء. أنت عندك 12 مفصل أمني، كل هذه المفاصل تقاد من مكون واحد، وهذا طبعا من هي المفاصل هذه؟ معروفة، جهاز مكافحة الإرهاب، الحشد الشعبي، الاستخبارات بأنواعها بالداخلية والدفاع، المواقع المهمة، مكتب القائد العام للقوات موجودة في القيادات هسه، إذا مو على رأس الهرم موجودة في، لا هسه لا تقول لي رأس الهرم، أسولف لك على 12 مفصل أمني بدرجة وزير كلها من مكون واحد، مخابرات، أمن وطني، مستشارية أمن وطني، حاشد شعبي، جهاز مكافحة إرهاب، وكيل استخبار، وكالة الاستخبارات بالداخلية، ومدية الاستخبارات العسكرية، 12 مفصل أمني، هذا إن كل المفاصل من مكون واحد. فعمليا ليش ما يصير من الشيعة، يعني فقط من الشيعة، ليش ما يصير من السنة، من الكرد، من المسيح؟ طبعا هذا من حقنا أن يتم هذا التساؤل، والكاظمي بنفسه قبل ما يصير قال راح يسوي توازن، فأمر طبيعي أن يصير زعل على هذا الأمر، بس بصرف النظر عن الشخصيات اللي صارت. هذا سبب، سبب ثاني شكو بعد أيضا مؤسسات الدولة الأخرى، يعني تجي على وزارات مثل قبيها تمثيل ما نقول سنة محافظات الغربية، تجي على وزارات كلها مثل قبيها مدير عام. تعتقد الكاظمي هيك عنده نزعة؟ لا مو هذا هيك نزعة، اسمح لي. الكاظمي قال راح أصلح الخطأ، هسه هو خلص هذا ما سواه، لويش؟ لا من 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 سحب الصلاحيات من الوزراء، وكنا نتمنى نتوقع بأنه راح يعين صلاحيات التعيينات الدرجة الجديدة راح يصير توازن. يعني أنا حتى أتكلم لك بصورة، يعني من حق الموصل مثلا يصير بها ممثل بالنقل، مو على اعتبار أن لحد الآن ما عندها مطار، هي المحافظة الوحيدة وهي عندها مطار قبل 90 سنة، وما عندنا احنا ممثل بالنقل، لا عندنا وكيل وزير ولا عندنا مدير عام ولا عندنا، يعني هذا هم من حقنا مو صحيح؟ من تجي على وزارات أخرى، عمل وشؤون اجتماعية، هم من حقك أن يكون لك هناك ممثلين، ليش تصير على جهة واحدة؟ وطبعا هاي الجهة الواحدة هم مو هم، هاي أحزاب شيعية ماخذين حصة المكون الشيعي، حتى نكون واقعيين يعني. وانتوا احزاب سنيه تريدون تحص تاخذون شيء باسم المكون السني، احنا ايش قلنا؟ نفس الشغله، نفس الشغله. لا مو نفس الشغله، وعيونك نفس الشغله. اسمع يا حبيبي، ليش هو منو من عندكم يمثل؟ احنا ايش قلنا للكاظمي؟ قلنا لا تجيب من عندنا، انت جيب اي واحد سني خليه بهذا المكان، خلا يجيب اي واحد مهني يحقق الهدف. هسه ما يخالف، مو هو يعني يقول لك توازن. يعني انت مثلا على سبيل المثال، مثلا الفريق عبد الوهاب الساعدي من ترأس جهاز مكافحه الارهاب، وش فريق عبد الوهاب الساعدي تقدر تقول مثلا
هو شخصية شيعية وما معقولة لازم نخلي فد واحد هم 200 سنة. هذا فريق محترف ويحقق الهدف الأمني. بس احنا ما حكينا على عبد الله. ما انت لا حكيت عليه قبل شوي. لا انا ما حكيت. حكيت على الأجهزة. انا حكيت على الآلية. يعني اولا ان يتم اعتماد رؤساء الأجهزة الأمنية من جهة واحدة. هذه مو شراكة. انت تريد تشوف الموضوع بهالشكل؟ لا 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 مو شو الموضوع. خليك فكرتي انتو رأسا يسوون به حساسية والكلام طائفي. ليش طائفي؟ ليش هو ليش ما تقول مشاركة؟ ليش هو انا راح اوقف على المشاركة والحساسية. لا لا مشاركة انتو انتو بس خلي حساسية. خلي اوقف يم فاصل. يعني 12 مفصل امني. خلي اوقف 12 مفصل امني. نرجع من الرمادي ولا مني من الموصل ولا مني من صلاح الدين. هسه نسولفهم هو هذا الكلام. سولفهم كلهم بعد كلنا نسولفهم بعد الفاصل. هذا المشاهدين انتم هذا الحوار فتفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم مجددا أستاذ مشاهدينا في المقابلة بعدنا ويا أستاذ أحمد. بس خليني أقول لك في الشيء قبل لا نفوت بالتفصيلات اللي كنا نحكي بيها. شو وقت تغادرون للجميع هذا تغادرون مدى لو تفهمني إذا أحكي على أستاذ أحمد أو مع كذا النظر إلى الدولة بعين شيعية سنية كردية. أنا أباوع فريق عبد الغني بشخصية ممتازة بغض النظر شنو هويته الإثنية القومية المناطقية. فريق عبد الوهاب الساعدي شخصية ممتازة. لا أضرب أمثلة فقط مثلا فلان الفلاني شخصية ممتازة وهكذا. أنا تحقق للهدف عندي مؤسسة تحط عليها شخص ممتاز ده يحقق الهدف اللي من أجل المؤسسة صايرة. أوكي هسه هذا اسمه علي اسمه بكر اسمه كاكا سيروان مو مهم. شو وقت تغادروها؟ شو وقت تعرفون الناس تعيش كعراقيين؟ تنقادرها؟ ايه؟ من الثقون بينا؟ من هم احنا اللي نثقون بينا؟ شو من الشيعة يثقون بالسنة؟ يعني انت الآن تتكلم كلام يعني خلنا نتكلم ايه؟ كل هذه الشخصيات محترمة اللي عددتها بس ماكو ضباط مخلصين مثل عبد القني الأسد وعبد الوهاب الساعدي بالسنة؟ ماكو؟ اكو موجودين بالمؤسسة. ليش ما تخلون بالمناصب؟ اكو موجودين وهذا السؤال. لا 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 اسمح لي اسمح لي اسمح لي سي حيدر انت سالت خليني اجاوب بصراحه. احنا امام كل العراقيين تعرف شنو مشكلتنا احنا مشكله لحد الان اكو نفس انه لا ثقه بالسنه. ماكو ثقه بالسنه. لا ماكو ماكو ثقه لا بالبعثيه يعني ها وماكو ثقه بال بالسنه اللي هم اللي هم مشروع مو وطني. استاذ حيدر دائما الجواب هو يكون اكثر من السؤال. يعني انت من تسال وانا اسال سؤال تنطيني لا 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 انت تسال تنطيني وقت تنطيني وقت حتى اجاوب. اي طبعا خوش. البعثيين اللي تقول عليهم كانوا موجودين بالشيعة والسنة خلينا نتكلم بواقعيه وخلني احكيها بالمكشوف. يعني هسه على الضباط اللي موجودين على رأس الأجهزة الأمنية ما كانوا ينتمون لحزب البعث؟ وليش هذول تم اعتبارهم ذولا مخلصين لأنهم من الشيعة والآخرين غير مخلصين لأنهم من السنة؟ هذا المعيار لازم نقادره. ولذلك سؤالي للطبقة السياسية الشيعية متى تقادرون أنكم تثقون بالسنة؟ يعني اليوم المخلص من الشيعة لا يثبت أنه مخلص إلا أن يستشهد. يعني هسه أنا إذا عدد لك اللي استشهدوا من ضباط السنة هم كثر حتى وإن كانوا بعثيين. يعني البعث كان مرحلة والضباط اللي صاروا في ذلك الوقت بس اسمعني حتى كمل الفكرة بحكم الوظيفة. يعني ما حد يصير بالكلية العسكرية. هذا مو مشكلة. اسمح لي حبيبي اسمح لي. بس أكو قائد اللي كان بعثي بعثي. اللي يصير ضابط. يفكر يعني بعقل بعثي. هسه أنا ما أريد أعدد لك من هو عضو فرقة وعضو شعبة والآن مستلم. ما لذا عدد لك إياه؟ يا ريت والله تعدد. لا ما عدتهم تعرفونهم كلهم. مو مهم عضو فرقة. المهم عقل إيش بيه؟ إحنا هذا أنت مو تقول أنتم تمثلون الفكر البعثي ولما نعزي سلطان هاشم إحنا بعثيين ولما نقول الجمهور البعثي للمهم. يعني المهم هاي مال الجمهور. البعث كان موجود من الجنوب للشمال. وقيادات البعث في ذلك النظام كانت مو بس من السنة من الشيعة. هسه صدام حسين لا هو سني ولا شيعي. صدام حسين كان يعدم من السنة ومن الشيعة ومن الكرد متى ما وصل الخطر إلى كرسية. فبالتالي هو من نتكلم عليه بشكل واقعي غير
هو ظلم الجميع وانتقم من الجميع، ولذلك لا يمكن أن نحسب طائفة أو عشيرة على صدام حسين. خلصنا من أي خلصت هي هاي هي. بس أنا عندي مشكلة وين؟ 2014 مو بعيدة. إيش بيها 2014؟ يوم اللي أثبت النظرية اللي يمكن الكل يختلف وياها، أنه في لحظة ما قيادات عسكرية تترك واجباتها فقط لتوجه بعثي. شلون توجه؟ وهذا رئيس مجلس الوزراء اللي أنا ذاك قالها بشكل واضح جدا. زين حتى أسولف لك سالفة، نجي نسولف بالحقائق لو بالسياسة. لا هي ماكو حقائق، النهاية حقيقة اللي يشوفه وحقيقة اللي يشوفه غيره. 2014 حتى أتكلم لك وياها، قائد العمليات كان مهدي الغراوي، معروف لمن ينتمي. عبد المحسن فلحي كان قائد الفرقة الثانية، كفاح كان قائد الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، الكردي اللي هو قائد الفرقة الثالثة أيضا واحد كردي. هذه أربع قيادات مو من الموصل، حتى ما أقول لك مو من السنة. هذه لما ذبت سلاحها وراحت، ذولا شيعة لو سنة لو عراقيين لو ذولا متخاذلين، الوصف الدقيق أنهم متخاذلين وخونة، وكان يفترض أن يحاسبوا في أرض المعركة حتى الآخرين ما ينسحبون. لكن لما ما صار حساب لأي واحد، فاعتياتي لما القائد ينهزم، آمر اللواء ينهزم وآمر الفوج ينهزم وآمر السرية وبعدين الجندي ينهزم. ولذلك 14 مريد نقيس قياس شعبي بعثي طائفي، لا، متخاذلين فاسدين خونة، عافوا المعركة وانهزموا. والقائد العام ما عدمهم هناك، ما حاسبهم، كان يفترض أن يعدم. لو معدوم واحد من ذول القادة كان ما سقطت الموصل ولا صارت المجازر بسبايكر وغير سبايكر، بغض النظر فكان الأداء ضعيف. بس بالنتيجة واحدة هي هذا. لا أنت مو قلت لي. أي صح، وأنت جاوبت. فبالتالي ما جرى في 2014 مو موضوع طائفي، بالنهاية يشكل هاجس مهم كنا أخذه بالحوار. أقصد أن واحدة من أهم الأسباب الرئيسة في توتر العلاقة السنية مع الكاظمي أو مع هذه الحكومة هو ما يتعلق بأنه. ترى بالمناسبة أستاذ حيدر، العلاقة سيئة مو من القوى السنية، حتى من القوى الشيعية. بس هذا موضوع من نحكي ويا الجماعة. لا أنت مو قبل شوية قلت الجماعة طلبوا من السنة أنهم يرفضون الزرفي. ليش ما تقول الجماعة الآن أيضا من جوا اللي جوا اضغطوا على الكاظمي؟ مو ممكن؟ ممكن لو مو ممكن باعتبار الكاظمي. أقول لي يا أنت ممكن دي يقولوا لكم يجي ضغط على الكاظمي؟ أنا ما يقولوا لي. لا دي لا إحنا ما نمشي برأيهم. لا اللي يمشي برأيهم هسه ما أعرف، بس إحنا عمليا ترى ما طلع بيان رسمي ضد الكاظمي. هسه مواقف فردية للنواب مواقف فردية للنواب هذا أمر طبيعي، كل واحد هذا ما يتعلق بالكاظمي، ما يتعلق بالحالة السنية. أنا عندي معلومة أنه قبل فترة مو هواية طويلة الحلبوسي وصل لحافة الإطاحة به، يعني بدر هذا الأمر. طبعا بدر من كتل الشيعية حاولت عزل الحلبوسي، لكن المشهورة لو غيرها الحركة المشهورة كانت مثلا صدريين قالوا بشكل حوالي أشبه بالواضح، لو غيرها لو وراها لا هم وياهم ما عدا الصدريين أكو أيضا أكو غير الحركة الصدرية. لا يعني السيد هادي العامري بعث على أحد النواب إيه؟ وطلب منه أنه يشكل فد كتلة لأن يكون بديل للحلبوسي ورفض منو من النواب اللي يقدر يشكل كتلة بقوة يعني كتلة حلبوسي؟ تقليدي إجراء تقليدي بأنه يشكل 10-15 نائب 20 نائب وتكفل القوى الشيعية بترشيحه. إيه أنا هو هذا اللي لكن لم يحصل يعني ما لقوا تأييد في هذا الشأن. الشخص اللي دزوا عليه موافق؟ موافق لا. معقولة أكو شخصية بالوسط السني تعرض عليه رئاسة مجلس النواب يرفضها؟ هواية شنو يعني؟ صدق؟ طبعا بس بيها قوة لكركوك. ها؟ قوة لكركوك. شلون كركوك يعني؟ يعني دا يصير رئيس مجلس النواب من كركوك؟ يعني تقصد محمد تيمين؟ هو الرجال ما قبل لأنه يعتقد بأنه أولا الموضوع أنه الحلبوسي يعني انتزاع الأمر من الأنبار وهي مهم، يعني تدري هم لربما اشتغلوا على هذا الأساس، لكن الدكتور محمد تيمين رفض قاطع
هذا المبدأ، وطبعا أيضا ضمن هو قيادي في اتحاد القوة، لكن جرت مثل هذه المحاولة لكنها باءت بالفشل. لا يعني ما أنا قصة باءت بالفشل، أوكي هاي المحاولة ما كملت ولا تكمل ولا بس تكمل. الأطراف أنت تدري الأطراف الشعيدة تريد تطيحها، رئيس مجلس النواب تطيحها. لا ما تقدر، لازم تستند على قاعدة داخل القوى السنية. إيه هواي يا مكثرها. لا مو مكثرها بالعكس. هسه أوكي راح نجي على راح نجي على 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 التقارب، على التقارب الحلبوسي الخنجر هذا مهم، بس خصوم الحلبوسي في الفضاء السني هواية. يعني الخصوم الخصومة طبيعية. بغض النظر بس هؤلاء مستعدين يلتحقون مع الشيطان بالإطاحة بالحلبوسي. نعم بس أيضا يعني هناك أبعاد ومستويات لا تصل إلى هذا المصال. يعني هسه ممكن إحنا جوز نتفهم خصومتهم مع الحلبوسي، لكن ما يصل الأمر إلى أنه مثلا يجري الأمر إلى استبداله في هذه الفترة التي قد تضر بمحافظاتنا جميعا. شذر يعني تصير أيضا أساء. أكو نسبة استقرار في المناطق، يعني على نتكلم عن الأنبار أكو استقرار سياسي هسه مو تام لكن كبير جدا، وهذا طبعا عامل إيجابي مو فقط للأنبار والقوى السنية للعراق كله بالنهاية للبلد، لأنه أنت عندك الأنبار ثلث العراق جغرافيا، فبالتالي عندما يصير بها استقرار هذا استقرار للعراق. ولذلك لكن أنا أعتقد بأنه شو المشكلة مثل ما صار الآن، مثلا طلع رئيس وزراء استقال جاء رئيس وزراء جديد، يعني هو اللي يعني راد أنه يقيل الحلبوسي حتى يحقق توازن في تحميل المسؤولية، تحمل الفشل اللي جرى على رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. يعني خلاص ما دام طلع عادل عبد المهدي هو بالفعل الناس ما طلعت على لازم خلي لا الناس ما طلعت على رئيس وزراء، طلعت على منظومة شاملة. اي بس ما صار هذا الأمر. انتوا ردتوا تقولوا ما صار، يعني كأنما ما يعنيكم التظاهر والكذا، ما يعنيكم يعني هو كان التظاهر يعنينا. شو ما يعنينا، بالعكس احنا دافعنا عن المتظاهرين دفاع. لا لا هو خارج ضد النظام اللي انتوا جزء مهم من عنده. عموما خلينا انتقل الى ملفت للنظر بالفترة الأخيرة التقارب بين الخنجر والحلبوسي. احنا في الفترات السابقة كنا نعرف ما بينهما و لا درجة، يعني الخنجر كان أحد الساعين مثلاً لإطاحة بالحلبوسي. يعني بس السياسة ما بيها خصم دائم ولا بيها حليف دائم، فبالتالي يصير بيها الطرف جامع وطرف صالح. يعني لما تقتضي المصلحة بأن يقعد الخنجر والحلبوسي يقعدون، ولما تقتضي المصلحة لو تقتضي المصلحة يصير بيناتهم خصومة سياسية، فأمر طبيعي أن يقعد الخنجر مع الحلبوسي. بالعكس الغير طبيعي انهم ما يقعدون، هو المو طبيعي انهم يظلون يعني خصماء. وتدري هذا لما يصيرون خصومه هم ابناء محافظه واحده ولهم وضعهم السياسي بصرف النظر عن توجهاتهم عن خلفياتهم عن ادائهم، لكن هم بالتالي يمثلون الانبار، وبالتالي الانبار لما بالعكس اذا استقر اذا تفاهم الحلبوسي والخنجر الانبار ستصبح اكثر استقرارا. منو اللي هو مهتم بأن يجلسون معا ويتقاربون؟ يعني شلون يعني؟ من الطرف الداخلي أو الخارجي اللي يعتقد أن باجتماعهما تتحقق مصلحة؟ شوف أستاذ حيدر، يعني إحنا كنا مثل ما يقول المشهد واضح قدامنا. زين. أكو نفوذ خارجي يؤثر على الكتل السياسية مو فقط السنية حتى الشيعية. يعني هسه من أنا أقول لك ماكو نفوذ إيراني على الكتلة الشيعية، تقول لي لا أكو نفوذ، وكذلك أكو نفوذ تركي وأكو نفوذ خليجي على الكتلة السنية. بس أنا أسأل هالمرة قطر لو تركيا كانت هسا أنا ما أعرف، تدري بعيد عن هاي المواضيع. لا أنا اللي أدري بيه تعرف. لا بعيد عن هذا المواضيع، لكن يعني الأمور أتصور بأنه الآن أكو محور تركي قطري وربما إيراني، وأكو محور سعودي إماراتي بحريني. هذا انهن المحاور الخليجية والإقليمية خلينا نسميها اللي هي موجودة بالمنطقة. فأي المحورين ما أعرف، يجوز اثنينات المحورين هم قاعدوا خمسة ينجمعون خمسة. يجوز ينجمعون ويجوز واحد من عندهم. هس أخو شيخ خميس نعرف احنا بأي منطقة يتحرك على الأقل بالمنطقة الإقليمية.
بس أن الحلبوسي يكون في هذه المنطقة هو هذا السؤال. شوف الحلبوسي لا يريد أن يحسب على محور. هسه أنا أتكلم لك بشكل عام. معناها ما يبقى رئيس مجلس النواب. لا الحلبوسي يريد يكون عامل توازن بين المحاور جميعا، ولذلك علاقة الحلبوسي متميزة بإيران وكذلك متميزة بأمريكا، متميزة مع الإمارات، متميزة مع أنقرة، يعني علاقات متميزة، وهذه علاقات طبيعية تكون في إطار تمتين العلاقات العراقية باعتباره أحد الرئاسات الثلاث. لكن إذا أكو تفاصيل أنا ما أعرفها والله. هو حاليا اللي سيد المشهد السياسي هو السيد الحلبوسي ومن معه، مو حوالي الحلبوسي تعرف الآن هو مسيطر على الأنبار بشكل كبير. يعني وأيضا يمتلك نواب في محافظة الأنبار وفي بقية المحافظات، واتحاد القوى اللي الآن هو يقود السيد الحلبوسي هو يعني أكبر الكتل الموجودة بالكتل السنية. وأيضا هناك عمل على أن يبقى هذا العدد من النواب في المرحلة القادمة. أنا أتوقف عند القادم في المشهد السياسي السني، بس خلينا نتوقف مرة أخرى عند فاصل ثاني من بعد إذنك. سادة مشاهدينا، أعود بعد الفاصل لإتمام هذا الحوار، فتفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم سادة المشاهدين في الجزء الأخير من المقابلة. المحاربون القدامى، ما أدري في كلمة كبيرة ده أنطي لجيل الكلاسيكي من القيادات السنية. نعم. هذه هي حرس قديم المحاربون، يعني أي فد اسم هذا مترهم السياسي، حتى هم حرس قديم، هم ماتين حرس قديم، يعني حرس الكراسي، مو موضوعي، لا ما أريد أستعمل أي اسم مو محايد بغض النظر، بس أنا دا أقول القيادات الكلاسيكية أو القيادات التقليدية. هذه القيادات استطاع الحرب الخنجر والحلبوسي وأحمد جبوري أبو مازن باعتبارهم حالة أشبه بالجديدة أن يبعدوهم من الساحة بهالشكل اللي يبدو كأنهم بدنا نشوفهم كفاعلين مثلا. هي الظروف كانت صعبة على المجتمع السني، ظروف داعش، تهجير، وأيضا المجتمع السني وطبعا حقه هو يحمل القيادات السنية قبل الشيعية المسؤولية، على اعتبار أنه ما حافظوا على كرامتهم، على مدنهم، على مناطقهم. لذلك جميع القيادات مع احترامنا الشديد إلها يعني أصبحت متراجعة إلى الخلف، وأعتقد بأنها وهذا تراجع موضوعي مثل ما تقول يتعلق بما حصل للاجتماع السني، أم يتعلق بأن الأطراف الداعمة استبدلت؟ لا شوف، دائما الفاعل السياسي الشيعي يعني حاول أن يكون الشريك بموجب المواصفات التي يريدها هو يعني. لذلك يعني القيادة السنية السابقة تم استبعادها بطريقة أو بأخرى. طبعا أنا لما أتكلم عن الفاء متعلق بجوش اسمها بصوتك، بحجمك الانتخابي، متعلق بقوتك السياسية، شو يقدر يسوي لك إذا جمهورك يعني انتخبك وانطاك أسماء؟ ما يخالف، بس أيضا أنت شفت هل سميتهم الحراس القدامى، شفت وضعهم مثلا عندك في نينوى، وضعهم الانتخابي، ولذلك أنا قلت لك عاقبهم الشارع، عاقبهم لأنهم ما حموا مناطقهم. لذلك أستاذ حيدر، اليوم القيادات السابقة جميعا أنا يعني أقدر أقول لك قادرة المشهد ستعتزل، وربما سوف تعتزل في الانتخابات المقبلة ولن تدخل انتخابات، يعني قد تدعم، يعني مثلا تدعم شخصيات مثلا عندك في نينوى، يعني مثلا ما راح أشوف السيد أسامة النجيفي. هسه ممكن هو ما يدخل، احتمال يدخل مثلا شاب من بيت النجيفي،
ممكن انه شنو اسمه ابن اثير النجيفي؟ ابن تشبير عبد الله، وايضا هو يعني مهيئ ومرشح الى ان يعني يدخل العمل السياسي بشكل رسمي في انتخابات. ممكن هو يكون الفتى النجيفي هي؟ هو يفوز. لا بغض النظر يعني ما راح يفوت لا السيد أسامة ولا السيد أثير. ممكن جدا يعني هسه كثير يعني فاسم النجيفي يحمده هو يعني عبدالله. أسامة يبقى راعي لمشروعه جبهة الإنقاذ والتنمية. لكن هو شخصيا يعني أتصور أنه ما راح يدخل، خاصة في نظام الدوائر. تدري نظام الدوائر هذه نظام مختلف عن النظام طبعاً. الانتخاب السابق، واللي ما عنده جمهور مناطقي سوف يتم استبعاده. يعني انت ما راح تاخذ اصوات من جميع المحافظه، راح تاخذ من دائره محدده. من دائره محدده، وبالتالي هذه الدائره يعني والتنافس راح يصير داخل دوائر. هاي اذا مشى القانون عليها الوضع هذا. اتصور يمشي القانون. الفردي يمشي، انتخاب فردي وقانون يمشي. هذا امر يعني مفرغ من عنده. تبقى الوقت يعني طبعا احنا اللي يهمنا ان تكون انتخابات نزيهه، مو مبكره وابكر. يعني تنافس بين لما انا قلت لك من بدايه الحلقه قلت لك اكو حاله عند الانسجام، بس كلمه ابكر هي لوحتها لتقول مثلا السيد الحلبوسي مو على وفاق. لا هو بانه يقول لك انا مستعد. لا هو ما يقولها بهالنديه، يعني هو هسه يعني فهمت هي ما تنفهم الا نديه. فهمت بان طبعا نديه، طبعا انت من رئيس الوزراء. هو شوف من هو اللي يحدد الانتخابات؟ خلينا نتكلم بشكل واقعي. هل هو رئيس الوزراء ام رئيس البرلمان ام رئيس الجمهوريه ام الكتل السياسيه؟ بالنتيجه كتل سياسيه. بس الحركه الاولى رئيس وزراء يطلب من رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه مجلس نواب، مجلس نواب يصوت. اقصد بالنهايه يكون اقرار حل المجلس. شوف استاذ حيدر، اولا خليها في بالك. أي. اذا الموضوع هو حل المجلس، الهدف حل المجلس وليس الانتخابات، فلن يحل مجلس النواب. يعني حل المجلس من اجل الانتخابات؟ لا اسمح لي يعني حل المجلس ونبقى هيك شيء. اي يعني هذا الامر ما يصير. لا دقيقه، اكو هيك شيء؟ يعني اكو هيك شيء صدق؟ هسا لو انتم خايفين او تصنعون او تصنعون بعبع، يعني خلينا نتكلم بضمير المتكلم، يعني لا ضمير احنا ما خايفين. هو امر طبيعي جدا انك تصير 3 سنوات بالدوره الانتخابيه مو 4 سنوات. يعني احنا اذا سوينا انتخابات بشهر السادس احنا خسرنا من عمر الدوره الانتخابيه اقل السنه شهر و45 يوم، سنه و45 يوم. لا احنا 15 هو المفترض 20 نيسان. لا المفترض 15 تموز 2022 انتخاباتنا. تموز قبل 45 يوم من اخر يوم. أوكي. احنا 3/9 3/9 19 احسبها انت تعال. بالضبط. فالموضوع اذا هو موضوع حل مجلس النواب وبقاء الحكومه تصريف اعمال، هذا الامر ما حد يقبل به، لا سنه ولا شيعه ولا اي نائب في مجلس النواب. ولذلك ومنو قايله هذا اصلا؟ يعني هسه انت يجوز بالاعلام بس بالكواليس يقال. يعني يجوز مثلا صارت تم تحييد موعد الانتخابات وحلوا المجلس. أيه؟ مثلا نفرض بشهر الرابع حلينا المجلس. إيه؟ وجت الانتخابات وصار ظرف معين، كورونا صعدت، انفلات صار، ازمه ماليه، انضربت البطايق، انضرب السيستم. الحكومه راح تبقى وحدها. ظرف قاهر. زين ما يصير ظرف قاهر؟ إيه؟ يصير لما يصير. وهذا نظريه الظرف القاهر موجوده في كل في اي وقت. ولذلك ايضا موجود النظريه الافتراضيه بانه حل مجلس النواب سيكون مشروطا. يعني شنو راح نوصل على الطريقه الشعبيه حلوه نحل؟ لا لا خلينا اكمل لك الفكره. إيه؟ استاذ حيدر، سيكون حل مجلس النواب. إيه؟ مشروطا. إيه؟ باجراء الانتخابات. يعني صح سوف يصوت المجلس. إيه؟ على حل نفسه بشرط ان تجرى الانتخابات في السادس من حزيران. حلو. ويستمر عمل المجلس. يعني احنا حتى ارجع لك للخلف. إيه؟ بالضبط. نتكلم دستور مو قانون مو سوالف. احنا بالانتخابات التقليديه انا نائب واطب للانتخابات وبعدني نائب قبلها ب 45 يوم. صحيح لو مو صحيح؟ صحيح لو يعني اطب للانتخابات واني نائب حتى من تكمل الانتخابات اما ابقى واما يعني تنتقل النيابه الى شخص اخر. ولذلك
انتخابات 6 حزيران المقبل ستكون مشروطة ببقاء مجلس النواب نافذا، والحل سيكون مشروطا بإجراء الانتخابات. طبعا هذا دستوري وقانوني وفعلي هذا، حتى إذا مثلا بستة حزيران وما صارت انتخابات. تعرف اللي هذا الكلام اللي حضرتك دا تقوله أو دا تنقله عن من يقوله، هذا أشبه بواحد يصنع لبعبع يخوف، هو يصنعه على مود يخوف روحه ويخوف الناس. هو الرجل دا يقول داعي للانتخابات، أريد انتخابات بستة حزيران. هسه إذا صارت يوم القيامة صار بركان صار شيء، الرجال مو بيده يعني. إحنا غير دستور نحافظ عليه. نظام الحكم بالعراق شنو هو؟ برلماني. الشعب ينتخب برلمان، والبرلمان يطلع من عنده رئيس وزراء ورئيس جمهورية وقضاة وإلى آخره. فبالتالي إحنا اليوم الركيزة الأساسية للحكم شنو هو؟ البرلمان. ولذلك لازم نحترم هاي المؤسسة الدستورية. طيب أنا وش يفرق هو؟ شو يفرق يعني هو؟ ما دا أقول يفرق شيء. دا أقول هي إذا متفقين على حزيران خلاص صارت حل مشروع ممتاز. السؤال أنتوا قابلين؟ مو قلتوا مبكر، لا قلنا أشو أبكر. هسا هاي الأبكر مو يراد لها تقعدون تشتغلون، انتخابات يراد لها قوانين، يراد لها استعدادات. زين أنا أسألك سؤال. لو أن السيدة الكاظمي دعا إلى اجتماع مع السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس البرلمان والسيد رئيس السلطة القضائية، مجلس القضاء الأعلى، وطرح عليهم فكرة موعد الانتخابات، وطبعا يعني هو هذا كان الأمر الطبيعي. ولذلك السيد الحلبوسي من قال أبكر يعني ندية، قال لك أنا مستعد. وصدق لوش الكاظمي مثلا برأيكم أنتوا يعني مثلا ما أخرج القرار الموعد الانتخابات؟ هذا ينسأل عليه الكاظمي، يعني ينسأل عليه الكاظمي. أنتوا شلون شفتوا؟ أخو أنا ما شفنا الكاظمي، قفل تليفوناتك. لا أقصد قفل تليفوناتك، إن الراسلة ونتواصل وياه قبل أن يصير رئيس وزراء، ندز له رسائل ويجاوبنا الرجال. بس ما صار رئيس وزراء، طبعا هو اسمه معانا مع كل يعني حتى على مستوى رئيس مجلس النواب. يعني هسه ماكو اتصال مباشر. طبعا هذه يعني تحسب على السيد الكاظمي بأنه المفروض يبقى تليفونه مفتوح، أكو أمور يعني لازم تصله دايركت. أدري شنو يعني تقفل تليفوناته مثلا؟ الآن هو ما عنده يعني تليفونات السابقة اللي كان نتواصل بها من كان رئيس جهاز المخابرات، الآن هي مغلقة. بين رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس الوزراء عن طريق السكرتارية يصير اتصال. أوف. أي سكرتارية، ما يصير اتصال مباشر. أنا قدامي صارت هاي الحالة، يعني ما صار اتصال بين السيد الحلبوسي والسيد الكاظمي، ما صار اتصال بتليفون الحلبوسي أو عن تليفون السكرتير بالسكرتير. من كان المتصل الأول؟ الكاظمي اتصل ولا الحلبوسي؟ هسه ما أعرف أنا، كنت قاعد ودخلوا التليفون قالوا السيد الكاظمي على السيد الحلبوسي. يعني الكاظمي اتصل على الحلبوسي؟ لا، يجوز قبلها السيد الحلبوسي قال رأي قالوا مخابروا لي. ماكو اتصال لهالدرجة الأمور فاصلة؟ بس هذا أمر طبيعي يعني. لا يجوز أبداً مو طبيعي. يجوز انشقال، يجوز لا أبداً مو عدم التفرق. أبداً مو طبيعي. لا هو حقيقة أنا يعني بديت الحلقة بهذه، ما بين الحلبوسي والكاظمي شيء غريب. هو هذا اللي صار يعني أكو فتور، أكو يعني خلاف بوجهات النظر. خلينا نرجع للدور اللي على مجلس النواب اللي لا مو بكرة، اللي دبكر أكثر. يا عم تقعدوا، يا عم صوتوا على قانون الانتخابات، كملوه صوتوا على قانون المحكمة الاتحادية. راح أصوت عليه بشهر التاسع، راح تصير الجلسة. ولوش هالمدة هاي كلها؟ كورونا عندنا. إيش كورونا؟ كل كرسيين خلي يقعد واحد، إيش كل تباعدوا لبسوا كمامات. إصابات هواية بالنواب. صدق؟ ما معلنة مو؟ ما معلنة لا. النواب هم شعب، هم يتمرضون. لا ما نقدر هم يقول هم شعب، يعني هم شعب قصدي يعني يتمرض، هم يتمرض يعني. لا هو راتبه أول تالي جاي، فما مضطر يطلع ويخالط ويصاب يعني. أدري والناس اللي تجي عليه شلون يعني، قابل يسد بابه يسد مكتبه. ترى أكثر واحد اختلاط هو النائب، أكثر واحد اختلاط، لأنه 24 ساعة الناس فوقه. أنت تعرف هذا الأمر، إحنا شعب. عمر وش ساعة؟ صار ساعتين يمك ما جاك واحد. ها غير قدامهم بعد لحد الفوق.
يجي كناية أصلاً. أنا مكتبي بالموصل. أنا بس قاعد هنا وين أشوفهم؟ يعني أنا جيت هنا كم يوم أكمل شغلي وأرجع هناك عندنا مكتب وعندنا. موصل. ويا إصابات. يعني إيش قاعد تشيل تقول؟ هل صار المصابين؟ والله هواية يعني عندنا نواب هواية. يعني هو هذا السبب إن المجلس مدى يقعد له. حتى موظفين عندنا. موظفين هواية. بس أنتم معجزين، مجلس النواب معجز الحكومة حقيقة. شو معجز الحكومة؟ يعني حكومة تشتغل بلا أن اسمح لي هسه الحكومة تشتغل 25% هسه الحكومة لا أحكي ما دا أحكي على العمل الإجرائي أستاذ أحمد أنا دا كورونا لا 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 دا أحكي عن استلزامات تشريعية ورقابية مهمة جدا للعمل الحاجة أم الاختراع الآن إحنا وصلنا إلى إذا تعذر علينا عقد الجلسات الطبيعية سيتم عقد جلسات الإلكترونية عن طريق تطبيق الزوم اللي هي الآن تجرى في معظم أوف وإحنا قاعدين انتو ما نعرف التصويت صح لو مو صح لا موجود بالعكس بالإلكتروني يصير أضبط يا معود كله بحساب لا يدخل هاكرز يطلع لنا قوانين من هاي الزينة لا يعني أسا إحنا اللي أعرفه أنا راح يصير جلسة بداية عندنا قاعات أيوة. كبيرة وكل خلوا متر بين كل نائب ولبسوا قناع ولبسوا كمامة المريض شلون يجي لو ما يجي هسه قال المريض وضعه أوكي ليش المرضى إيش قلنا 100 نائب مثلا مريض مصاب والله هواية إيش قد يعني هواية يعني ما في هو الوضع الطبيعي أنت إحنا مرافد يوم شفنا مجلس نواب يعني إجوا كل نواب يعني أي واحد مختفي عن الجروبات عن الإعلام هذا قد يكون مصاب ما انت واحد من المختفين صار هواية لا يعني الجروبات موجود اي لا بالجروب ما يبين المصاب اصلا هو المصاب ولا يروح عادي خلصت عندي نشاطات عندي نشاطات بس لا اكو هواية عندنا مصابين والله نواب ونائبات يعني مو موقف لا مو موقف عدم انقاذ لا بالعكس يعني لو العالم تريد يعني هسه خلينا نكون واقعيين 329 نائب احنا مستحيل احد يقدر يتفق بس الظرف قاهر اليوم الدوائر 25% على كل العالم ولذلك يعني هو هذا الظرف اللي أقصد المجلس خاصة بالمناسبة الحكومة كيف على هذا الشيء كيف أنه المجلس يظل بهذا الوضع لأنه من يصير مجلس ودوام يصير نشاط صدق. ورقابة واستضافات استجوابات رقابة وابتزاز طبعا. وضغط هسه ابتزاز ليش ابتزاز مو أكو أنا قبلت أكو رقابة إيه بس الأصل رقابة والاستثناء ابتزاز يمكن يعني الاصل ابتزاز والاستثناء رقابة لا خلنا العملية سياسيا نشلعها بقلابة نلقى بس احنا ايش قاعد عندنا قصص ابتزاز بس الابتزاز حالات فردية يعني شوف حتى نتكلم بواقعية انا ما اقول لك جميع النواب هم على قدر عالي من النزاهة والشرف والنبل بس انا سؤال الرئيس لك حالات فردية السؤال الرئيس اللي اريد اختم به سؤال الرئيس نحن مقبلون على انتخابات مبكرة انتخابات مبكرة وضع استثنائي حالة غير عادية أقصد هذا يستلزم عمل كثيف لمجلس النواب يتعلق بقانون الانتخابات بقانون المحكمة الاتحادية تعديل قانون الأحزاب السياسية هل مجموعة القوانين لأنه احنا رايدين انتخابات مختلفة تشكل عهد جديد حالة جديدة في الحياة السياسية العراقية هذا شلون يصير مجلس النواب سوف يقر قانون الانتخابات وقانون الموازنة لعام 21 وأعتقد أنه لن يستطيع تمرير قانون المحكمة الاتحادية شلون راح نكمل الموضوع العاد؟ وبالتالي الانتخابات بدون محكمة اتحادية لا قيمة لها مو صح؟ لأن أنت شلون صادق علي؟ الدستور يقول لك صادق علي ولذلك الكتل السياسية عليها أن تستشعر المسؤولية لويش ممكن ما تمشي قانون المحكمة؟ لأن بالثلثين وهذا مستحيل وهذا الثلثين يعني تعرف بها حصص شيعة وسنة وكراد مختلفين صاروا لهم 14 سنة يلتمون لأنه هو مصلحة انتخابات يعني إن شاء الله يلتمون إن شاء الله يلتمون بس هو يعني لحد الآن الخلاف لا زال قائم على موضوع المحكمة الاتحادية صح فقهاء وهذا الفقهاء من يجيبهم لو نجيبهم مثلا رجال دين وهاي ظلت الاختلاف هو طبعا اختلاف سياسي واختلاف مصلحي ترى هو وحزبي. يعني هي تتكون المحكمه يعني ممكن ذول الخبراء بالفقه يصيرون مثل مدير عام او رئيس قسم او كذا مو بالضروره ممكن محكمة. ممكن ما تقول تتشكل لا يعني هو يقول رجال قانون ممكن يرشحهم مثلا وزير التعليم العالي او ترشحهم
الدوائر، بس هي لحد الآن ماكو ثقة بين الأحزاب، يعني كلها بها لعبة غلب. يعني أكو نية لعدم أو إحراج الحكومة بعدم إجراء الانتخابات عن طريق عدم توفير التشريعات اللازمة؟ لا، القانون مال الانتخابات تأخذها من عندي، يقر في شهر أيلول، والموازنة طبعا تتأخر في شهر يعني أو شهرين. يعني إذا قريتوه بشهر أيلول المفروض ما راح تنتهي. لا ليش؟ أيلول شنو؟ أيلول بعد 15 يوم. إيه ما حسبها. إحنا ترى مكملين، وبس نخلي الملاحق. مو؟ إحنا مكملين، احنا فقط الدوائر نقول هاي الدوائر أقضية. المفوضية تقول انا محتاجة 8 إلى 9 إلى 10 اشهر بعد التصويت على القانون. لا، المفوضية قالت للكاظمي احنا مستعدين، والفترة 8 اشهر. اي 8 اشهر بعد التصويت على القانون. لا 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 اسمح لي، المفوضية ايش قالت؟ قالت احنا مستعدين ان نجري الانتخابات في 6 حزيران، مع العلم ان القانون غير مكتمل. واذا قلنا اكتمل القانون، هو القانون شنو القانون؟ حاسبين هو القانون شنو القانون؟ احنا مكملينه، فقط عندنا موضوع ملاحق الدوائر. ملاحق الدوائر هل هي اقضيه ام هي دوائر جديده؟ اذا لا نيه لاحراج الحكومه بعدم تنفيذ تعهد الانتخابات عبر التشريعات. مع الانتخابات، لكن احنا نريد نسوي الجميع معها. هسه انا قاعد لا اكو طبعا يقول لك احنا مع الانتخابات، بس هو في داخله مو مع الانتخابات. منو؟ كثير من الكتل. مثلا ابرز الاطراف هسه اللي اي مكان؟ لا، من الكتل الشيعيه وحتى السنيه. يعني هي مو بالضروره اليوم انا لما اقول لك انا مع الانتخابات انا فعلا صادق مع الانتخابات، وكانما انا مسيطر وانا شعبيتي بعدها. لا، الشعبيه انضربت. النائب عن محافظه نينوى هو القريب أو عضو اتحاد القوى أحمد الجبوري، كنت ضيفا كريما. شكرا جزيلا في هذه الحلقة. كذلك أنت أستاذ المشاهدين أشكركم شكرا جزيلا، وألتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة لذلك الوقت. مع ألف سلامة.